يعني أحدثت حالة من البهجة والتشجيع الشهير لأمريكا اللاتينية طوال شوطي المباراة. لم تهدأ هذه الجماهير، هي مستمرة الآن في محيط استاد خليفة الدولي، يعني خصوصا وأنها فازت بصعوبة على الهلال السعودي. معي هذه الجماهير، سنحاول أن نتعرف معهم حول رأيهم في هذه المباراة وصعود فلامينغو للمباراة النهائية. How did you see the match today? It's very nice match today because Flamengo win and the next Saturday Flamengo win Liverpool or Monterrey. Flamengo! هل أنتم مستعدون للنهائي؟ نعم، ستفوز فلامينغو بالنهائي وسنكون أبطال العالم. How did you see Qatar and Doha? كيف رأيتم الدوحة وقطر؟ Very nice people, very nice place. We love Qatar. مكان رائع وناس رائعون. نحن نحب الدوحة. هذه هي الدوحة دي جانيرو، وسوف نفوز في البطولة. هل ستهزمون ليفربول إذا فاز على مونتيرو يوم الغد؟ لا، سوف نكون هنا لنرى من سيفوز، لكن فلامينغو هو الأفضل في العالم. وهل أنتم جاهزون للنهائي؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. On the final, 2-1. في النهائي ستكون نتيجة 2-1 لصالح فلامينغو. يمكنكم أن تعرضوا على شاشتكم عندما نفوز. سوف تعطيني جائزة لأنني توقعت النتيجة. لكن الغد سوف تفوز ليفربول على مونتيرو. نعم، لكننا سنفوز على ليفربول. لكن اليوم فزتم بصعوبة في 20 دقيقة الأخيرة في أمام ليفر بليت. ريفر بليت قم بنفس الأمر في كل مرة. عندما نكون متأخرين نعكس النتيجة ونفوز في النهائي. هذا هو تاريخ النادي. النتيجة هي النهاية في النهاية، وفلامينغو هم الأبطال. Tell me what is this. ما الذي ترتديه؟ مرحبا. This is coca. هذه تسمى كوكا. The tribal that my country. هذا رمز وشعار في بلادي. I'm go. Are you happy here? هل أنت سعيد هنا في الدوحة؟ نعم، سعيد جدا. مكان رائع جدا، والناس هنا طيبون والجميع جيد، ولكننا سوف نفوز في بطولة العالم. هل ستأتي مجددا إلى الدوحة في كأس العالم القادم؟ نعم، سأأتي إلى الدوحة في كأس العالم 2022. أنا وزوجتي وابنتي وعائلتي. برازيل اوف ذا تشامبيونشيب اوف ذا وورلد. أبطال العالم. ايضا عدد من جماهير الهلال السعودي. هارد لك اليوم، اديتوا مباراه كبيره، كنتم يعني تقدمتم بهدف، ولكن هذه هي كره القدم، الخبره حسمت المباراه. والله اول شيء فقدنا مجهودات اللاعب الكبير سلمان الفرج، وان شاء الله القادمه احلى، والله شيء شرف كبير انه نصل المرحله دي في كاس العالم للانديه، والقادم احلى ان شاء الله معي. شايف ان الهلال قادر على الفوز بالمركز الثالث؟ والله اكيد ان شاء الله، باذن الله، اكيد باذن الله. شايف سبب الخساره؟ هل نقص الخبره؟ والله سلمان فرج مو موجود، عبد الله عطيف مشاركته يعني كانت مفترض تكون من الاول، بس شكرا لك وحظوظ هي يعني. شكرا، الله يحفظك. إذن زميلي مجاهد، كانت هذه هي الأجواء هنا في محيط استاد خليفة الدولي، يعني أحد ملاعب مونديال كأس العالم بقطر 2022. يعني حالة من الفرح الشديد لجماهير فلامينغو كما شاهدنا سويا، أيضا جماهير الهلال يعني إذا كانت حزينة لكنها راضية عن أداء فريق الهلال. نعود إليك مجددا، وسنكون سويا غدا في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي لمتابعة الأجواء التي نرصدها بشكل يومي هنا مجاهد. شكرا لك زميلي كريم الأسيودي، منفذ الجزيرة مباشرة من أمام من أمام السادة الخليفة. شكرا جزيلا لك.
ارحب مره اخرى بضيوفي الكابتن محمد سوق الشهير بكابتن شريحته الصغير وايضا الصحفي والناقد زهير ورد. اهلا بكم معنا كابتن شريحته. في رايك يعني المباراه فلامينغو والهلال رغم تقدم الهلال الا في 20 دقيقه تحول تقدم الهلال الى تاخر وتنتهي المباراه بفوز فلامينغو